تعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تيك توك. انت تكتب بسرعة، نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على التطبيقات، بعدها سوف نقوم بنزول الى الاسفل والضغط هنا على تيك توك خاص بكم، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخزين مؤقت، ثم سوف نقوم بالذهاب الى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تيك توك خاص بكم، سوف يظهر على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا تحديد قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم تيك توك. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.